السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. نبدأ على بركة الله. فيديو النهاردة الزغاطة دي ومشاكلها، حل المشكلة ان انت لما بتيجي تضغط كده زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، بتقوم الهواء ضغط الهواء بيخرج الانبوبة خالص وتسيب الكاوتشة دي. حلناها ازاي؟ بيبقى فيه ازاي ده كل الناس عارفينه، اللي هو بيدخل كده وتقوم قافل على الجزء ده. انا ركبتها اهو، ربطت افيز في المنطقة دي اهو، الافيز اهو اصبحت متينة جدا، مسك الدي في دي. هنجرب مع بعض واحنا بنستخدمها هتعمل نفس اللي كانت بتعمله ولا لا. طبعا كلكم شفتم وهي بتخرج بسرعة بسرعة بسرعة، بتخرج بتتنطر بسرعة، لكن احنا طبعا استخدمنا يوم ساعتها دي الفيديو السابق برضو الازازة، ازازة بالدورة ده اللي هي السهلة جدا دي برضو. دي للحبوب، بالنسبة للحبوب الخشنة. طيب هنحاول ان احنا نجرب تاني بعد ما عملنا الافيز ده. هنسحب المية زي ما بنعمل، نسحب المية اول اهو، سحبنا المية، المية طبعا هنا بتنزل في الانبوبة، ونكمل عليها بشوية ذرة. او ان انت تحط الذرة كده الاول وبعدين تضغط كده وتروح تسحب شوية مية. سحبنا فوقها المية، نجيب الحمامة اللي هنعملها او الزغلولة. طبعا بنستخدم كده في حالة الحمامة التعبانة، الحمامة الكبيرة لو تعبانة، خاصة لو في حمامة كبيرة عندها مرض الروشة، طبعا مش بتعرف تاكل ولا تركز، فهي احنا هنضطر نساعدها. دي فيها الاكل والمية دلوقتي. هنرفع الفم للاعلى كده وندخل دي برضو الاعلى وندفع مرة واحدة. تمام، كلت، ندفع تاني كمان مرة. طبعا هي شبعانة لكن كالت الحمد لله. يبقى هنبدأ نستخدم بنفس الطريقة، يبقى دي الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة ان حضرتك اهو تجيب طبعا بنعمل في الطاجن زي ده علشان مفيش حاجة تقع مننا، نجيب شوية ذرة في ايدنا كده ونعبي الانبوبة لحد الانبوبة ما تتملى اهو كده. الانبوبة تتميلي مننا كده اهو، الانبوبة اهي. تمام، هنضغط ونروح عند الاناء نسحب شوية مية. سحبنا المية كده زي ما بنسحب، خلاص سيبنا ملينا، اصبح كده بالشكل ده، في مية وفي اكل. عايزين نجيب حمامة كبيرة نجرب فيها المرة دي، حمامة كبيرة غير الزغاليل. جبنا الحمامة الكبيرة دي ومعانا اهو الزغطة، هنفتح بنفس الطريقة كده لأعلى ونرفع الزغطة كده لأعلى، ومن مرة واحدة وما تسيبش الا ما تطلع برة كده. اتزغطت بكل سهولة، يبقى كده الافيز ده حل لينا المشكلة بتاعتنا. لكن هو ايه اللي حصل بقى اللي هيضرنا؟ ايه؟ ان احنا مش هنقدر نغير بين القطع، لان دي معاها القطع دي انا مش محتاجها في حاجة، البوز الرفيع ده انا مش محتاجه، انا محتاج دي كده بس. يبقى دي بقى اللي هنستخدمها في الفترة الجاية للحمام الكبير، ما عادتش بتخرج خالص تماما، اللي بقى الافيز ده هو حل للمشكلة. الفيز اللي ركبناه ده بالمنظر ده
حاجه افيز يعني بنص جنيه تركب معها حلا للمشكله. لعل الشركه اللي بتعملها هتفكر الفكره دي انها تعمل لنا افيز حديد او ممكن افيز انبوبه. الافيز اللي بيركب على خرطوم الانبوبه يتربط هنا لكن برفقه عشان ما يكسرش المسمار بتاعه عشان ما يكسرش الازاز ده. كده يبقى حلنا المشكله واصبحت سهله جدا. نكتفي بهذا القدر. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.